السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم حضراتكم تابعتوا المشكلة الكبيرة جدا اللي حصلت الايام اللي فاتت بين فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابو بكر وبين الاعلامية ميار الببلاوي، واللي كان سببها الحلقة اللي كانت فيها ميار ضيفة مع بسمة وهبة في برنامج العرافة. لما بسمة وهبة سألت ميار الببلاوي سؤال غريب جدا ما كانش حد يتوقع انها ممكن تسأله لها، وقالت لها في البرنامج: هو انت فعلا اتطلقتي من جوزك 11 مرة؟ زوجك اللي انت عزمته دلوقتي انت اتطلقتي منه 11 مرة صح؟ واحدة واحدة، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ايوه صح. زي ما انتوا سامعين ميار الببلاوي قالت لها ايوه حصل. وهنا سألتها بسمة وهبة: هو انت كنت بترجعي له بمحلل؟ فردت بسمة وهبة قالت لها: لا طبعا، لان المحلل حرام وانا مش ممكن اعمل كده. لحد كده والكلام كويس وجميل وزي الفل ومفيش فيه اي مشكلة. لكن السؤال البديهي والمنطقي واللي الناس كلها نفسها تفهم وتعرف: هي ازاي اتطلقت منه 11 مرة؟ يعني اتجوزتي واتطلقتي 3 مرات وجبتي محلل، وبعدين اتجوزتي واتطلقتي 3 مرات وجبتي محلل؟ انا بقى هقول لكم التفسير المنطقي الوحيد للكلام اللي قالته ميار الببلاوي مع بسمة وهبة في برنامج العرافة. ميار الببلاوي اتجوزت جوزها عبد الله وعاشوا مع بعض واختلفوا واتخانقوا وطلقها 3 مرات، 1 2 3، وبعدين اتجوزت واحد تاني قعدت معاه فترة وبعدين ما حصلش نصيب وما كملوش مع بعض فاتطلقت منه، فرجعت لجوزها الاولاني عبد الله وفضلت عايشة معاه وحصل بينهم مشاكل وطلقها 3 مرات، 1 2 3، وبعدين اتجوزت واحد تاني عاشت معاه فترة وبعدين ما حصلش نصيب فاتطلقت منه ورجعت لعبد الله جوزها الاولاني اللي طلقها قبل كده 6 مرات، وبعد ما عاشت معاه اختلفوا واتخانقوا مع بعض وطلقها 3 مرات، 1 2 3، وبعدين اتجوزت واحد تاني قعدت معاه فتره من الزمن وبعد ما عاشت معاه فتره اختلفوا مع بعض واتطلقوا، فرجعت لجوزها عبد الله الاولاني اللي اتطلقت منه قبل كده 9 مرات وطلقها مرتين يبقوا 11، وفضل لها طلقه كمان منه ويبقوا 12 طلقه. ده التفسير المنطقي والطبيعي لل 11 طلقه اللي طلقتهم ميار الببلاوي من جوزها عبد الله. وسالتها بسمه وهبه: هو جوازك منه الحالي رسمي ولا عرفي؟ فردت ميار الببلاوي وقالت لها: انا اللي رفضت ان اوثق الزواج، معنى كده ان زواج ميار من عبد الله الحالي جواز عرفي مش رسمي. ايه يا حاجه؟ يا ملكه الافتاء. وبغض النظر بقى هو عبد الله اللي مش عايز يوثق الزواج ولا ميار اللي رافضه توثيق الزواج، دي مش مشكلتنا. المشكلة بدأت لما فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو بكر تابع الحلقة زي كل المصريين وسمع ميار وبسمة وهما بيتكلموا عن المحلل، فطلع الشيخ محمد وقال إن المحلل ده حرام في الإسلام، وقال إن بمناسبة إن الموضوع أثير في الحلقة وبسمة وهبة سألت ميار في الحلقة وقالت لها: هو أنت كنت بترجعي له بمحلل؟ فالشيخ محمد طلع عشان يشرح للناس إيه هو مفهوم المحلل وهل هو حلال ولا حرام، فقال الراجل ان المحلل في الاسلام حرام، وان فعل المحلل ده يعتبر فعل زنا، وان الزوج اللي بيقبل ان مراته تتجوز واحد تاني تقعد معاه شوية وترجع له هو راجل تيس، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه في الحديث. لحاله ينفع زي ما قالت الاخت ميار الببلاوي او زي ما فهم من كلامها يا عم الشيخ ان هي تروح تتفق مع واحد ويتجوزها ويكتبه على الورق ويرجعها لجوزها؟ بصراحة لا، وده اسمه احتيال واسمه زنا ولا يصلح ابدا، وما بني على باطل فهو باطل. طب يعني كلام الشيخ محمد كان بيشرح الموضوع من المسألة او من الناحية الفقهية والشرعية دون ان يتطرق للحياة الشخصية لميار الببلاوي، هو كان بيتكلم عن الموضوع بمناسبة ان الموضوع ده اثير في الحلقة مع بسمة وهبة في برنامج العرافة، وان ده كان السؤال اللي سألته بسمة لميار، وكان طبيعي جدا ان اسم ميار وسيرتها تيجي في الحلقة، لكن هو ما كانش بيتكلم عن ميار ولا عن حياتها الشخصية بشكل مباشر، ولا كان يقصد من كلامه انه يتهمها لا بفعل الزنا ولا انها كانت بترجع لجوزها بمحل، لكن هي بسوء ظن منها خدت الكلام عليها. فكرتني بالمثل البلدي اللي بيقول اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. وعلى الرغم من ان ميار قابلت فضيلة الشيخ قدام قناة النهار وقالت له: ينفع كده يا مولانا تركبني المرجيحة؟ قال لها: والله انا ما كنت اقصد اي اساءة او اهانة ليك، انا كنت بشرح للناس لان الاجيال الصغيرة من الشباب ما يعرفوش يعني ايه محلل، وكنت لازم اشرح للناس واطلع اوضح لهم ان المحلل ده في الاسلام حرام وانه يعتبر فعل زنا،
فقالت له: يا مولانا انت تقول عليا اللي انت عايز تقوله، انا قبل منك اي حاجة، وانا من اشد المتابعين والمحبين والمعجبين بيك، ونفسي يا سيدنا انك تيجي تدي درس للسيدات عندي في البيت. وخد التليفون واتكلموا مع بعض واتفقوا على انه هيجي يدي درس للسيدات بعد ما حط لها شرطين مهمين، ان زوجته تبقى معاه وانه ما بياخدش فلوس. لكن اتفاجئنا ان ميار طلعت وعملت لايف وقلبت الدنيا، وقالت لكل الناس ان الشيخ محمد ابو بكر اتهمها بفعل الزنا وهذا لم يحدث، وقال على جوزها تيس وهو والله ما قال كده، ده اللي قال كده سيدنا النبي على الزوج اللي بيقبل ان مراته تروح لواحد تاني عشان ينفع يتجوزها مره تانيه. ده ميار ما اكتفتش بكده وبس، ده طلعت ولفت في كل القنوات والمواقع وشهرت بالشيخ، واتهمته باتهامات تشكل اساءه وتشهير ونشر معلومات واخبار كاذبه عنه. وعلى الرغم من كل اللي عملته الا انها توجهت لمكتب السيد المستشار النائب العام وقدمت بلاغ تتهم فيه الشيخ باتهامات كلها باطله ملهاش اساس، كلها سوء ظن منها انه كان يقصدها، مع انه كان بيتكلم في الموضوع وبيشرحه من الناحيه الفقهيه والشرعيه. هو جاب سيرتها لان الموضوع اثير في الحلقه، وكان بيشرح الموضوع بمناسبه ان مساله المحلل اثيرت في الحلقه اللي هي كانت ضيفه فيها، لكن ما كانش يقصدها هي. وجريت وقدمت بلاغ وطلعت اتكلمت وقالت كلام غير صحيح، ولفت على المواقع تشهر بالشيخ وتسيء اليه. وده اللي خلاني بصفتي محاميه اتوجه لمكتب النائب العام ونقدم بلاغ ضدها عن كل الجرائم اللي ارتكبتها في حق فضيله الشيخ محمد ابو بكر، واللي اهمها التشهير واساءه السمعه ونشر واذاعه اخبار كاذبه عنه. يومين وطلع الشيخ احمد كريمه وعمل مبادره وقال: يا جماعه انا بعمل مبادره لاصلاح ذات البين، ودعا الطرفين لمائدة الحوار للإصلاح ما بينهم. ولأن الشيخ محمد أبو بكر راجل أزهري ويعرف ربنا وابن ناس وبيفهم في الأصول، استجاب لمكالمة فضيلة الشيخ أحمد كريمة وقال له: أنا ما عنديش مانع أن أستجيب للمبادرة المحترمة اللي حضرتك بتقدمها، لكن ميار الببلاوي لها رأي تاني، لأن المحامي بتاعها فهمها أنه هيجيب لها تعويض 1,000,000 جنيه، وأنه هيحبس فضيلة الشيخ ويدخله السجن، ومش بعيد كمان يحبس المحامي بتاعه، وهو اي كلام بيتقال وخلاص. لكن تدور على المصلحه والاصلاح بين الطرفين، ما بتدوروش على الصلح ولا الخير. والموضوع دلوقتي بقى بين ايدين القضاء، لو ليها حق القانون يديهولها، ولو لينا حق بالقانون هناخده. وكل سنه وانتم طيبين، وشم فسيخ ميمون، ولا تنسونا مع البصل والليمون. احمد مهران.